اهلا بحضراتكم ولكم التحيه. وخلاص بنتكلم يعني معرض الكتاب على الابواب، ومعرض الكتاب حقيقه بيعمل حاله حلوه، بيعمل حاله كده، بتلاقي فيه اصدارات وبتلاقي فيه ندوات، بتلاقي فيه اشتباك حول الافكار، ويمكن دي يعني من مميزات معرض الكتاب. وارجو انه فكره الدبيت والحوار حول الافكار تكون العام ده للمعرض تكون كتير، وفي افكار كتيره جدا ووجهات نظر كتيره. المهم هو في النهايه بيعمل حاله حلوه قوي. معرض الكتاب بيعتبر هو الواجهه الثقافيه والحضاريه لادباء وكتاب ومثقفين مصر والوطن العربي. النهاردة إن شاء الله في الجزء الثاني من الحلقة وبعد الفاصل هيشرفني الكاتب إيهاب الملاح، هنتكلم معاه عن مجموعة من الأعمال المهمة لكذا إصدار في المعرض هذا العام، إصدار ما بعد الأيام. ما بعد الأيام يتناول جانب مختلف تماما في حياة عميد الأدب العربي طه حسين، واللي بالمناسبة دي احنا اعتقد بيمر اكتر من 50 سنة على رحيله. حكايات كتير، مواقف شخصية، معارك ادبية لطه حسين هنتكلم عنها النهاردة في الجزء الثاني من الحلقة لما يشرفني زي ما قلت لحضراتكم الكاتب الاستاذ ايهاب الملح. النهاردة كان في مؤتمر صحفي في غاية الاهمية صباحا في الاتحادية، رئيس السيسي ورئيس الصومال. عايزة بس أحكي لحضراتكم يعني باختصار كده جزء من الحدوتة اللي ليها علاقة بالصومالية. وكأن منطقة القرن الأفريقي ومنطقة البحر الأحمر ناقصة أزمات، وكأنها كانت محتاجة لأزمة جديدة. مين اللي صنعها بشكل واضح؟ إثيوبيا. عملتها إثيوبيا أو صنعت هذه الأزمة إثيوبيا في اتفاقها مع حركات انفصالية للاستحواذ على ميناء بحري فين؟ في أرض الصومال. طبعا الاتفاق ده مرفوض دوليا ومرفوض من كل جيران إثيوبيا، خصوصا بتكلم على جيبوتي وإريتريا والصومال، لأنه ده هيعمل خلافات كتيرة جدا مع دول الإقليم، وهيشجع كمان حركات الانفصالية اللي طول الوقت كنا بنسمع عنها، هيشجع وهتزيد الحركات الانفصالية دي في أفريقيا، وده هيعمل أزمة أكبر مع القوى الدولية اللي ليها مصالح في منطقة البحر الأحمر، لأنه موقع أرض الصومال موقع استراتيجي على خليج عدن، بيعتبر قريب جدا من باب المندب اللي بيشكل رقم مهم في التجارة الدولية. منطقة دي فيها قواعد عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية في جيبوتي، قواعد عسكرية لبريطانيا وفرنسا، حتى أنه الأول مرة تجد أنه حكومة الصومال وحكومة الشباب يتفقوا الاثنين بسبب اللي عملته أو بدأت تعمله إثيوبيا، وهو اتفقوا على أنه هذا العمل هو عمل عدواني وانتهاك للسيادة الوطنية الصومالية. ده طبعا معناه ايه؟ معناه نهب وسرقة ثروات الصومال. الحكومة في الصومال كانت اصدرت بيان دعت فيه الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية ومنطقة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، كل الشركاء الدوليين دعتهم لاجتماع طارئ لوقف التدخل اللي بتقوم بيه إثيوبيا ضد الصومال. كده يعني حكيت لحضراتكم الحكاية بشكل سريع. النهاردة كان في مؤتمر صحفي، النهاردة سيادة الرئيس استقبل الرئيس الصومالي في قصر الاتحادية، وكان مؤتمر صحفي مهم. وجود الرئيس الصومالي في مصر في غاية الأهمية، وما قيل من تصريحات في هذا المؤتمر الصحفي أيضا في غاية الأهمية. خليني أرحب سيد سفير محمد العرابي. مساء الخير فندم. الو، مساء الخير. اهلا استاذ عز، ازيك؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيك فندم، اهلا بيك سيد سفير. اهميه هذا اللقاء، وتوقفت امام ايه في المؤتمر الصحفي النهارده؟
يعني أولا هو بيثبت إن المقولة المصرية اللي بنقولها من حوالي 10 سنين إن أثيوبيا دولة بتتخذ قرارات أحادية من شأنها يعني تفاقم الأوضاع أو زيادة التوتر، سواء كان في حوض النيل أو في منطقة القرن الأفريقي، أصبحت الآن واضحة للجميع، وإن ده نهج أثيوبي ما يعني أصبح جزء من سياستهم، وبيؤكد على فكرة إن هو فرض الأمر الواقع بدون اعتبار لأي قوانين أو اعتداء على دولة أخرى جارة، وبدون الاعتبار للقانون الدولي أو حتى روح الاتحاد الأفريقي اللي هي بتستضيفه في العاصمة أديس أبابا. نعم ده من شأنه بيضع أثيوبيا في موقف أصبح الآن يعني مدان إقليميا، ومش هقول دوليا لأن في دول وأكد لحضرتك من الدول الكبرى هتكون مؤيد يعني هتتغاضى عن الأمر ومش هتسيره ولا هتقف، مثلا لو حتى تم مناقشة الموضوع في مجلس الأمن هتلاقي حضرتك أصوات معترضة وفيتو مستعمل في الموضوع وهكذا يعني. ولكن على الأقل إقليميا أعتقد إنه أثيوبيا يعني مش موقف، مش هيبقى موقف لبعض الدول العالمية بارد، لا ده هيكون كمان شبه مؤيد أو هيعملوا نفسهم مش شايفين. حضرتك شفتي إن يعني أثيوبيا بتتمتع بتأييد يعني أحيانا، مثلا هي دلوقتي بقت عضو في البريكس، نعم يعني تم ضمها للبريكس وهي دولة معروفة عنها ان هي يعني صحيح عندها دلوقتي تقدم اقتصادي مش بطل، ولكن في النهاية مش من الدول يعني اللي هي ذات ثقل اقتصادي وسياسي تستطيع ان هي تنضم لمثل هذا التجمع الكبير، نعم ولكن مطلوب ان هي تنضم ومطلوب ان هي يتم الوقوف معها يعني. وبالتالي انا بشوف انه هذا الامر يجب ان هو يعالج اطار الاتحاد الافريقي، اعتقد انه حصل فعلا مجلس السلم والامن طلع بيان، ولكن بيان متوازن، احنا لازم يعني ضبط النفس والامور تدخل في اطار النقاش والمعالجه الدبلوماسيه اكثر منه اشياء اخر، ولو انه الموضوع طبعا واضح جدا ان هو انتهاك لسياده دوله الصومال، نعم وان الاتفاق نفسه يعتبر لاغي لانه الدوله المعنيه الأمر مش شريكة فيه. نعم طبعا حضرتك ممكن حد يقول لك طيب هو مش من حقهم ان هم يصلوا الى مواني البحار، طبعا من حقهم، ولكن في النهاية الحق لا يؤتى هكذا يعني، نعم الموضوع كان يعني يجب ان هو يكون في اتصال مباشر مع جمهورية الصومال نفسها ويكون في حديث في هذا الأمر نعم بشكل دبلوماسي وبشكل ندي، يعني الدولتين ند لبعضهم البعض وهكذا. نعم لكن اللي بيحصل دلوقتي ده تهديد لأمن الصومال، وأعتقد إن فخامة الرئيس كان واضح اليوم في حديثه في المؤتمر الصحفي إنه يعني مصر لن تسمح بتهديد أمن الصومال على الإطلاق، وده برضه مسؤولية الدول العربية ومسؤولية الدول نعم المتشاطئة للبحر الأحمر، أي كل ديت فيما يعني دول كثيرة يجب أن تكون لها موقف في هذا الشأن، والأمور ما تعديش كده، لأن طبعا استمرار هذا النهج الاثيوبي ده معناه ان احنا دائما هنواجه بقرارات فرديه من جانبهم احاديه، وفي نفس الوقت من الجانب الاثيوبي. الاثيوبي طبعا نعم وتفرض هل مواقف. اثيوبيا، هل اثيوبيا واخده ضوء اخضر مقوي موقفها يا سيد سفير؟ لا هو طبعا هو في الاستراتيجيات الدوليه بينظر اليها ان هي لازم تكون في دوله قويه في قلب افريقيا تستطيع ان هي تكون اداه لبعض المهام في المنطقة، وبالتالي بيتم التغاضي يعني عن بعض السلبيات اللي هي بتقوم بيها في سياستها الخارجية بالذات وفي تعاملها مع الإقليم، على أساس أنه لا بأس من أن تكون هناك دولة قوية، وأيضا طبعا طموحات رئيس الشخصية في تصوير نفسه أنه هو الزعيم الأفريقي الكبير اللي بيستطيع أنه هو يعني يحقق إنجازات كبيرة في الإقليم، فده في حد ذاته كلها امور بتتوافق مع استراتيجيات الدول الكبرى، وبالتالي يعني بيتم التغاضي عن تصرفات كثيره الحقيقه، وبيوقفوا معاه في مجلس الامن احيانا. نعم انا شفتي عندما طرح موضوع السد الاثيوبي في مجلس الامن نعم كان في دول مؤيده والدول الكبرى، نعم فاذا الموضوع يجب فعلا ان هو يكون له وقفه، ويجب الاتحاد الافريقي بالاساس ان هو يكون له
يعني وقفه قويه جدا في هذا الشان، على اساس ان هذه الدوله بتاوي او بتحتضن المقر للاتحاد الافريقي في نعم العاصمه. نعم سيد سفير، هل معنى كده انه اثيوبيا عندها خطه توسعيه في البحر الاحمر مثلا؟ طبعا طبعا حضرتك دي معروفه تاريخيا، يعني ايوه عايزين في ظل الفوضى الاستراتيجيه اللي موجوده زي ما حضرتك قلت في المقدمه، احنا في منطقه يعني مليئه بالاحداث ومليئه بالتطورات، يوميا بنسمع شيء جديد. في ظل هذه الفوضى الاستراتيجيه هو دايما في الفوضى تظهر اثيوبيا تظهر او اثيوبيا تستغل وتظهر اثيوبيا هذه الفوضى. حقيقي طبعا، وهو عنده من القدرات يعني والاقدام على مثل هذه التصرفات بشكل جريء جدا، وفي نفس الوقت زي ما قلنا ان هو يعني لحد ما الدول الكبرى مش هتقف في طريقه، والاقليم كله في حاله فوضى استراتيجيه، الصواريخ جايه من كل مكان. ايوه ومن هنا كان هذا المؤتمر الصحفي باكرا كان مهم. طبعا حضرتك، لان هو برضو شوفي حضرتك الصومال عندما تتحرك بتلجأ الى مصر، ده حد ذاته بيؤكد الموقف المصري ويؤكد الوزن المصري ويؤكد انه موضوع البحر الاحمر وامن البحر الاحمر ده شيء حيوي وهام جدا بالنسبه لمصر وبالنسبه للدول الاخرى طبعا، لكن نعم مصر بشكل خاص على اساس ان هو البحر الاحمر من غير قناه السويس حضرتك استراتيجيه نعم مش نعم نعم شكرك يا فندم، شكرا جزيلا سيد السفير محمد العرابي. خليني خطورة ما يحدث في أرض الصومال على أمن المنطقة. برحب بالدكتور أحمد عبد النايم وأنتظر وجهة النظر، ومساء الخير دكتور أحمد. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. خطورة ما يحدث في أرض الصومال على أمن المنطقة. بالتأكيد إن ما يحدث في الصومال عموما هو يعني قبل أن يؤثر على يعني طريق التجارة العالمي والأمن القومي والأمن المصري، هو بيأثر على سيادة الصومال ذاتها والوحدة بتاعت الصومال، لأن إثيوبيا أعتقد إن هي تخطت الحدود، وإحنا شفنا الكلام ده كان واضح في حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي انها يعني لم تكتفي بما كانت تفعله من قبل من التحريض للسياسيين الصوماليين والانقسامات اللي كانت تمت، لكن ايضا هي عاوزه ترسخ لهذا التقسيم ما بين الدول اللي انفصلت على السودان على على عن الصومال في الفتره من سنه 90 91، وبالتالي هذا التقسيم والمذكره اللي يعني تم عقدها هي بمثابه ترسيخ لهذا التقسيم، بمعنى ان لو 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 الارض الصومال يعني ذهبت فيما ذهبت اليه معناه ان هيعترف بها كدوله مستقله وبالتالي لن تعود الى الصومال مره اخرى. تمام دكتور احمد، اتفضل اتفضل سماحتك. الامر الاخر يعني ان المساله ان زياره الرئيس الصومالي لمصر دي زياره مهمه، لان هو يعني باعتباره الصومال دوله عربيه ودوله مسلمه ودوله افريقيه، وبالتالي انت اكبر دوله افريقيه هي مصر، اكبر جيش مصري، وبالتالي زياره الملهوف المستغيث بالدوله الشقيقه الكبرى في مصر والعالم العربي، وبالتالي في ظل التهديدات الاثيوبيه بانها مقدمه على تنفيذ هذا الاتفاق مع ارض الصومال بالقوى العسكريه، اعتقد ان المساحه لم يكن هناك مفر امامه الا الاستغاثه بمصر وقوتها، واعتقد ان من اهم ما لاحظناه اليوم التاكيد من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ان مصر هتحافظ على امن الصومال، وهي هتحافظ على الصومال ضد اي تهديد، وان يعني كمان التحذير كان واضح ان ما حدش يجرب مصر، هذا السؤال، وبمسافه يعني زي بيعامل الصومال وكان زي هذه الكلمه شبيهه بما قيلت من قبل في امن الخليج مسافه السكه، وبالتالي اعتقد ان هذا الامر يعني امر قاضي، هذا يشكل مصدر طمأنينة للإخوة الأشقاء الصوماليين. أعتقد إن إثيوبيا طالما دخلت يعني دخلت مصر على الخط، أعتقد أنها يعني
يعني في هذا الحدود ان لن تتعامل مع الصوماليين كطرف، ان دلوقتي هم في حاله دوله مشتته، دوله منقسمه، دوله فيها خلافات، وبالتالي من السهل يعني اصطياد في الماء العكر. وبالتالي اعتقد ان وجود مصر على الخط اعتقد ان هيحفظ الامن والاستقرار، واعتقد كمان ان مواقف حتى الدول الاقليميه اللي كلها رافضه لهذا الاتفاق، وان معظم الصوماليين رافضين لهذه المذكره اللي كانت يعني تقريبا وكأن هي يعني خطوه لعزل هذا الاقليم، وبالتالي ومستقبلا كمان ان هي عاوزه تضعه في اطار يعني تواصل الارض البريه للساحل والبحر. وبالتالي اعتقد ان هذه الخطوه اللي احنا شفناها النهارده يعني ستفسد يعني هذا المخطط، واعتقد ان كمان الخطوات اللاحقه من الدفاع عن هذا الامر سواء في الاتحاد الافريقي او فيما بعد في مجلس الامن او حتى فيما بعد لو الصومال عرضوا لمحكمه العدل الدوليه او غيرها، اعتقد ان مصر يعني في مقدمه الصفوف اللي هي حتدافع عن حق الصوماليين، ليس بحكم ان هي هذه المنطقه مهمه للامن البحر الاحمر وفقط ومهمه للتجاره العالميه وفقط، لكن من اجل ان الصومال دوله عربيه وبالتالي لها حقوق علينا، على اعتبار ان يعني هي كدوله عضو في جامعه الدول العربيه مش مصر بس المعنية بالحفاظ على أمنها، لكن كل الدول العربية، لأن اتفاق الدفاع المشترك ده يعني واضح، وبالتالي أعتقد أن كل الدول العربية يعني ستؤازر مصر في الموقف بتاعها في تأمين حق الصومال في الدفاع عن نفسها وفي الدفاع عن سيادة أراضيها. يعني لا يعقل أن دولة يعني مثلا لما تيجي مثلا محافظة تابعة أو دولة لم يتم الاعتراف بسيادتها وأنا أعمل اتفاقية معها، وبالتالي صحيح. أنت هنا يعتبر خيانة حتى للمنطقة. وإثيوبيا ده أسلوبها يعني قبل كده سبقت إن فتتت السودان وهكذا دلوقتي فعلت في الصومال، وبالتالي أعتقد إن يعني الوقوف بتستخدم بيتم استخدام إثيوبيا طول الوقت والمواقف كتير في خلق وصناعة توترات وقلق في أفريقيا. طبعا إثيوبيا بشكل عام هي بتستخدم، لأن الإثيوبيين يعني دولة إثيوبيا قائمة على الصراع، إن لم تجد هذا الصراع في المناطق الإقليمية سواء في الصومال يعني خلقت هذه الصراعات وقسمت الصومال الى ثلاث دول. في السودان احنا زي ما شفناها كانت راعيه للعمليات لكل المنظمات الانفصاليه سواء في الجنوب السودان لما استقل او حتى في دارفور، وحاليا في التوترات الموجوده اللي هي حتى بتقود فيها في مساله الايجاد حاليا، ان لم تجد يعني النفع في هذه الصراعات الاقليميه يعني هم شعب او دوله قائمه على الصراع، تنعكس هذه الصراعات على الداخل الداخل الاثيوبي، وبالتالي اعتقد ان الاثيوبيا مستفيده من التفتت الموجود في الصومال، على اعتبار ان حتى المناطق بتاعت مناطق هود وحرس واوجادين دي كلها مناطق صوماليه ضمتها اثيوبيا من قبل، وبالتالي اعتقد ان الحفاظ على ان الصومال يكون مقسم ومفتت والكلام ده حفاظ على ان هذه المناطق لم تطالب في يوم من الايام بالرجوع الى دوله الصومال مره اخرى، وبالتالي كمان هي بتعمل خطوه مسبقه على اعتبار ان كمان هتسيطر على اللي هي الجزء البري اللي هو المفروض منطقه بربر دي كلها المفروض الامتداد بتاعها للداخل هيكون مناطق هود وهرر وغيرها، وبالتالي يعني وكما يمكن احنا شفنا تلميح الرئيس السيد الرئيس على اعتبار ان الامر هي لو عاوزه تعمل علاقات تجاريه قدامها كل المواني مفتوحه سواء في المواني مع جيبوتي فلا باس مع كينيا، وبالتالي العمليه ممكن تعمل تستفيد من كاي دوله، لكن هي خدت عملت اتفاقيه على اساس ان تاخد المساحه ودي تبقى ليها حريه في اقامه قاعده عسكريه، وهذه الاتفاقيه مرفوضه لانها غير مشروعه. صحيح، اشكرك فندم، شكرا جزيلا. دكتور احمد عبد الدايم، فهمنا ليه بتستخدم اثيوبيا طول الوقت لخلق توترات وقلق، ولسه هتستخدم لخلق هذه التوترات والقلق في افريقيا. في زياره مهمه دلوقتي في مصر من بعثه صندوق النقد الدولي. بيتكلموا في المراجعه الثانيه والثالثه من البرنامج اللي المفروض يجرى
أو تجرى تنفيذها بين مصر والصندوق. الموضوع وصل لفين؟ متوقف أو وصله لفين؟ خليني أرحب بدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور مصطفى. دكتور مصطفى، المسائل وصلت لفين؟ كان مفاوضات بين بعثة الصندوق وبين الحكومة المصرية. خليني أقول لحضرتك ولا أخفيك سرا، أعتقد هي دي المحطة الأخيرة، المحطة النهائية في المناقشات والمفاوضات ما بين يعني بعثة الصندوق والحكومة المصرية. هتقولي لي ليه اشمعنى دي المحطة الأخيرة؟ هقول لحضرتك لأن طبعا نظرا لكان وجود مجموعة الاقتصادية أو جزء من المجموعة الاقتصادية اللي هو سيد وزير المالية ووزيرة التعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي. بالضبط كده، كانوا في واشنطن وقابلوا مجموعة البنك صندوق النقد الدولي وقابلوا وزيرة الخزانة الأمريكية. وبتحظى مصر بدعم كبير جدا من الدولة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في يعني زي ما بيسمى كده دعم في مصير المفاوضات. هي المفاوضات لحصول مصر على يعني قيمة مضافة أو قدر مضاف للقرض اللي تحصل عليه مصر من 3 مليار لأكثر من ذلك. في ناس بتتكلم على 6 مليار، يعني هيضعفوا الرقم بزيادة زيادة القرض. بالضبط زيادة القرض. طب وصلوا لفين؟ يعني وصلوا لإيه؟ شوف يا فندم، هو طبعا الأمر محاط بالسرية التامة، ولكن خليني أقول لحضرتك، طالما بعثة صندوق النقد الدولي تحركت ووصلت لمصر يبقى في شق ايجابي في عمليه المفاوضات. لان هم خلي بالنا ان كان في مرحلتين قبل كده اللي هو في السنه الماضيه في 2023 كان في مارس تقريبا وفي شهر 7 الماضي، يعني شهر 3 الماضي وشهر 7 الماضي كان في مراجعتين من الصندوق. فالنبادي طالما جه الصندوق ودمج المراجعتين وابتدى يكون في تفاوض في الدوله المصريه لمناقشة بقى السياسات النقدية بتدقيق اللي هي يعني سياسة سعر الصرف وسياسة الفوائد وأيضا السياسة المالية، أعتقد يبقى احنا بنحرص تقدم. طيب هل حضرتك شايف بشكل محدد فكرة انه، وده اللي حضرتك أشرت لي، فكرة انه بعثة الصندوق تيجي وتصل للقاهرة، ده معناه انه القاهرة والحكومة وافقوا أو توصلوا مع الصندوق لحلول؟ عارفه يا فندم ما بيسمى بالخطوط العريضه، خطوط العريضه. بس رغم ان هم بيختلفوا في التفاصيل يا دكتور. ايوه بالظبط كده يا فندم. شوفي حضرتك، انت فسرتي الروشته اللي هم النهارده بيتفاوضوا عليها، اللي هي عباره عن ايه يا فندم؟ تحريك سعر الصرف. هم طالبين ايه؟ تحريك سعر الصرف، وطبعا زي جزء منه هل حددوا نسبه للتحريك ولا ما حددوش نسبه؟ بس المؤشرات بتبان امام الاقتصاديين يا فندم. النهارده حضرتك بتشوفي في كثير من الاقتصاديين، حتى الوثيقه اللي طالعه من الحكومه اللي هي مجلس الوزراء اصدرها منذ ايام باين ان في تحرك في سعر الصرف. خلينا بقى هيقول بقى في ناس هتقول لك 20%، في ناس هتقول لك اكثر او اقل. بس خلينا اتفقنا على ان في تغيير في سعر الصرف، دي نمره واحد. ان في لازم يكون في سد مد اجل سد القروض، يعني اللي هي النهارده في قروض في صندوق النقد الدولي. هنمدها سنتين؟ هنمدها ثلاثه؟ طب دي نمره اثنين. نمره ثلاثه، القرض اللي احنا هناخده مثلا 6 مليار 7 مليار وبعدين دي مده. قصير الاجل ولا طويل الاجل؟ دي امور برضه بيتفق عليها. مشكله الدعم، حضرتك تعلمي جيدا تحريك الدعم ده النهارده هنديله مده قد ايه؟ لان طبعا كنا احنا بنتحرك ان احنا نرفع الدعم جزئيا كل سنه. الدوله هتحرك الامر قد ايه؟ ده الاعتقاد اللي بيتسير في المنهجيه في التفاوض. ممكن دي التفاصيل اللي كنا بنتكلم فيه. بالضبط كده. فاعتقد خلال يعني اليومين الثلاثه الجايين هيظهر رؤيه من الصندوق من الخارج حوالين كيفيه التوصل للتمويل اللي هيمولوه للحكومه المصريه. ده في وجهه نظري الشخصيه. تمام، يعني اللي حضرتك شايف انه بناء عن فكره انه الحكومه المصريه كانت في واشنطن ووجود بعثه الصندوق في القاهره، بتتصور او حضرتك شايف برؤيتك انه في خلال يومين ثلاثه هتبقى الامور واضحه؟ اعتقد هو ده المسار اللي بيتكلموا فيه، لان النهارده ما اظنيش ان البعثه بتيجي من واشنطن وهي عارفه
ان قدرات الاوضاع الاقتصاديه خاصه طبعا ان حضرتك تعلمني جيدا التصنيف الائتماني شويه بيبقى للاسف بيتراجع فدي المره الثانيه بنشوف النهارده معدلات النمو اللي جايه من الصندوق والبنك الدولي بتقول لك ان المنطقه كلها وما ننساش اخر نقطه فندم ان المسار الاقتصادي العالمي النهارده فيه تحديات في غايه الصعوبه. هل هم حاطين دي في اعتبارهم؟ طبعا وشوفي حضرتك هم قايلين ان الضغوط اللي على الاوضاع الاقتصاديه في مصر بسبب حرب غزه هي جزء من المحرك الاساسي لوصول بعثه الصندوق ومضاعفه تقريبا قيمه القرض اللي هتصل بيه لمصر. تمام، اشكرك لهذا الشرح دكتور مصطفى بدره، شكرا جزيلا. خليني اطلع فاصل، وبعد الفاصل هيشرفني الكاتب ايهاب الملاح. انتظروا. لسه بقول للاستاذ ايهاب واحنا في الفاصل، بقول له مجرد ما بتعرف ميعاد معرض الكتاب ومجرد كده تحس وانت اول ما بتحط رجلك كده في بوابة معرض الكتاب بيجيلك حالة عدوى من شراء الكتب. والحقيقة وهو كان لازم يعمل كده الحقيقة معرض الكتاب السنة دي، وده شيء يعني يشكر على ده، فكرة نسبة التخفيضات على الإصدارات كتيرة جدا علشان أصلا أسعار الكتب بقت غالية. أستاذ إيهاب الملاح برحب بحضرتك معانا ومشرفة بوجودك معانا. شرفت بحضرتك. أهلا وسهلا. نبدأ من حسن العطار تمام ولا نبدأ من ما بعد الأيام؟ أنا طبعاً يعني ده هنرجع للجدد دول. هم طبعاً كلهم في النهاية أبناء مشروع البحث عن النهضة المصرية. يعني هي سلسلة سلسلة لها جذور ولها جدود ثم امتدت إلى أبناء فأحفاد، والمفروض أو نتمنى أنها تتواصل إن شاء الله في الأجيال المعاصرة والقادمة. أنا بعتبر نفسي واحد من أبناء هؤلاء بالرأس كما كان يقال في أدبيات الثقافة المصرية، بمعنى أنه أنا نشأت على البحث عن أفكار النهضة المصرية. كيف ننهض؟ كيف نبحث عن مشروع ثقافي يدعم الدولة في بحثها عن التنمية وفي بحثها عن الاستقلال وفي بحثها عن ترسيخ دولة مدنية حديثة وإقامة مبادئ وقيم تضمن لهذا المجتمع أن يكون له وضع ومكانة وسط المجتمعات الأخرى. بدأ مشروع النهضة المصرية من البعض يقرنه بالحملة الفرنسية أو من الحملة، لكن الحقيقة أنا بقول في حسن عطار لا، إحنا كان عندنا جهود من خلال نخبة مثقفة اللي كانت ممثلة في ذلك الوقت في المؤسسة الأزهرية. الأزهر في ذلك الوقت ما كانش بس مجرد جامع أو جامعة، إنما كان هو البيئة العلمية الوحيدة اللي كانت متاحة في ذلك الوقت لدراسة العلوم النقلية بالأساس. ثم بدأ يظهر نخبة متمردة على هذا الوضع، كان أبرزهم ثلاث: عبد الرحمن الجبرتي الشهير بالجبرتي عجاب الأثار، والشيخ حسن السعاتي اللي اشتهر بالأدب والشعر، وثالثهم كان الشيخ حسن العطار اللي كان أحد أهم من أدركوا الأزمة وطرح الحل وصاغوا في جملة شهيرة جدا. كانوا متمردين على بدايات، مش تمرد، هو الإحساس بالأزمة ثم البحث عن الخروج عن هذه الأزمة. فقال الجملة اللي أنا هقولها دلوقتي هي الجملة الأشهر اللي أنا بعتبرها اللافتة العريضة للبحث عن مشروع للنهضة. قال إيه؟ إن بلادنا لابد أن تتغير أحوالها وأن يتجدد من المعارف ما ليس فيها. فهو حط إيده خلاص تمام، إنه إحنا عندنا أشياء لابد من إصلاحها وأشياء مش موجودة أصلا فلابد أن نبحث عنها، وأن هناك علوم ومعارف إحنا ما عندناش صلة بيها فلابد، وبدأ يشتغل بهذا المنطق. أنا كده فهمت علاقته إيه بطه حسين. بالظبط، التقط طه حسين. هو طه حسين ثمرة من ثمرات، لأنه أنا بقول في هذا الكتاب اللي هو الكتاب الأول في سلسلة المجددون، وإن كنت ما بدأتش تاريخيا بيه، يعني أنا عامل كتاب عن طه حسين من من كذا، يعني من سنتين ثلاثة، وعامل خطاطة لتاريخ الفكر المصري الحديث في سيرة الضمير المصري. كنت بحاول كما لسه كنت بكلم مع أحد الأصدقاء بكتشف تضاريس هذا الفكر، محطاته الكبرى إيه،
أعلامه، الأفكار اللي أنتجوها. وبعدين نبتدي بقى نسلط الضوء بشكل قوي على مشروع كل واحد، لأننا في حاجة إلى هذه الاستعداد. تمام. في الوقت اللي احنا فيه. يعني لما نشوف الشيخ حسن العطار وهو بيدعو إلى البحث عن العلوم والمعارف اللي مش موجودة عندنا. أي. فيوجه تلميذه الأول والأهم. أي. اللي هو مين؟ رفاعة طهطاوي. أي. عشان يروح فرنسا. حتى الراجل لم يتح له دوت ومات، هو 1835 وكان لسه رفاعة لسه شاب، لكن هو اللي كمل وهو اللي أنجز. صحيح. الثمرة الناضجة منه، الصورة المكتملة منه هتظهر فين؟ مع الإمام محمد عبده. أيوه. الإمام محمد عبده الإصلاح الأكبر. أيوه. ما هو أنا بعتبر إذا كنا بنقول إنه في السياسة علي بيك الكبير كان هو بروفة محمد علي، فأنا بقول إنه حسن العطار هو بروفة الإمام محمد عبده. تمام. طيب تمام. مين بقى الصورة المكتملة المطورة المحدثة من محمد عبده؟ طه حسين. اللي إحنا وصلنا إنه شخص تعلم في الأزهر لمدة 8 سنوات وأتقن كل العلوم اللي كانت موجودة في ذلك الوقت وتمرد عليها طبعا، ولم يعد مقبولا حتى إنه هو كده. ثم التمرد ودخله في معارك، هو حياته كلها سلسلة معارك فكرية كتير. يعني طه حسين منذ تفتح وعيه وهو يعني وهو يسأل الأسئلة ويطرح أسئلته الجارحة اللي كانت في نظر الوقت البعض الجارحة، من أول شيخ الكتاب لغاية قبيل وفاته لما كان بيدار معاه الحوارات وكان ما تخلينا نفكر السادة المشاهدين كده بأهم معارك أشهر أول وأهم وأشهر معارك، ومعركة في شعر الجاهلي. يعني في شعر الجاهلي عندما ألقى مجموعة محاضرات على الطلبة، طلبة الجامعة المصرية في الموسم الدراسي 25-26، ثم أصدرها في كتاب شعر الجاهلي. وهو ببساطة شديدة فكرته الأساسية إنه مقتضيات البحث العلمي شيء، والعواطف الدينية أو البحث في الإيمان والعقائد شيء تاني خالص. أيوة. العلم له مقتضيات، لو فكرة الفصل بس مقلاش بشكل واضح. يعني بمعنى ببساطة العلم له طرق في البحث، فكرة المنهج منهج حتى بالزبط. بعيدا عن إن هو تم جر الكتاب بتفسيرات وتأويلات. صحيح. للمساس إنما في قضايا يعني المنطق بقى هنا نتكلم بالدماغ أكتر منها منهج. هو ما كانوش بيتكلموا في المنهج، هم يتمسكوا الكتاب كله كتاب وفي وقته كان ثورة حقيقية طبعاً. وكان الناس بتوع المنهج وعلم الفيلولوجي وفي علم دراسة النصوص وكذا، ده بحث رفيع ورصين بيتكلم فيه عن اللهجات وبيحلل لغة الجنوب ولغة الشمال والعرب العاربة والعرب المستعرب، وبيتكلم عن الشعر وما هو منتحل وما ليس منتحل، وبيطرح وجهة نظر. ليه المعارك دي لازم يبقى فيها اتهام بخيانة؟ ياريت خيانة، هو ما لم يتهم بالخيانة، هو اتهم بانه يعني ضد العقيدة وانه بالخروج يعني بالكفر. عن الكفر يعني الكفر لانه هو للأسف دايما كل مشكلاتنا تبدأ من زج الديني في السياسي والسياسي في الديني. يعني تاريخنا كله بتبدأ كل اللي هو يعني كبرى المعارك من مستصغر الشرر. ايه مستصغر الشرر؟ ان انت عايز تقوم الدنيا لبسها في موضوع ديني. ايوه. عايز تهيج الدنيا اولها تاويل سياسي. ايوه. فكده هيلبس في الحيط وكده هيلبس في الحيط. ايوه. فكل ما وكان هو ضد الحقيقه هذه الافكار. ما هو 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 الحقيقه ده كله كان بتاويلات سياسيه في ذلك مرتبطه بالسياق السياسي المصري. نعم. ومرتبطة بمعركة أخرى لا يمكن أن نهملها في ذلك الوقت اللي هي معركة الإسلام وأصول الحكم. أيوه. للشيخ علي عبد الرازق. أيوه. وإنه كان إحنا حضرتك بص حضرتك دلالة السنوات مهمة. طبعاً. 24 25 26 24 إعلان إنهاء الخلافة في تركيا. أيوه. ودي كانت صدمة في العالم الإسلامي وإنه دي اللي هو حس إنه الناس طبعاً نتيجة أسباب تاريخية كثيرة جداً بدون أي غطاء معرفي ولا أي غطاء عقلي ولا أي غطاء نقدي. صحيح. فالعاطفة الدينية هي الوحيدة اللي بيتسطر بيها وكانت مسيطرة بالضبط وبيتمترسوا بيها. ففكرة الخلافة فما بقاش في خلافة في تركيا. لأنه الناس بتدور بقى وعايزين دولة وجمهورية اللي هو كمال أتاتورك. أيوه. فسعى بعض حكام الدول العربية في ذلك طمحت أنفسهم إلى هذا اللقب، ومنهم ملك مصر ملك فؤاد. أيوه. في ذلك الوقت. أيوه. فيجي عالم أزهري رفيع الثقافة وقاضي شرعي يكتب بحثاً عظيماً اسمه الإسلام وأصول الحكم ويفند فيه كل الآراء اللي يعني تدخل مسألة لها علاقة بنظم الحكم وإدارة المجتمع
في الدين، فتقوم الدنيا وزي ما بنقول كده وما تقعدش، وزيها في الشعر الجاهلي. فما نقدرش ما نقدرش بقى نفصل الاثنين. مين يعني العركة زي ما بنقول كده كانت ما بينه وما بين مين؟ برضو مهم نقول للسادة المشاهدين. بقى حسين يعني؟ طبعا كانوا بعض طلاب الازهر، وال يعني البدايه من الازهر. نعم. اللي هو لانه من هنا نظر الى ان طه حسين مش مجرد متمرد ومنشق على الازهر، لا تم تصنيفه على انه كافر. يعني وانه بقى هو ده اشد والد اعداء وخصوم. هو اذا كانت المفاجاه في اتهام طه حسين بالكفر، فكانت المفاجاه الاكبر في رد طه حسين عليهم. هو رده الحقيقي، انا في رايي كل ردود طه حسين الحقيقيه في المعارك، بعيدا عن الردود المقاليه والسجاليه، وهو كان جسور في انجازه ككل، انجازه وهدوءه وانه ملك ادواته الفكريه. بالظبط كده، بالظبط كده. فبالتالي كان يبدو انه يعني كان منتظر هذه هو المعارك. لا، هو لم يكن، هو كان جسور وكان شجاع. والحقيقه احنا انا جداً. بدعي انه احنا في الـ200 سنه الاخيره لم نصل، يعني لم نرى هذا النموذج الذي يعني وقف بارجل ثابته وغير مرتعشه. أيوه. على ارضيه صلبه. أيوه. من الثقافه العربيه الاصيله. أيوه. ومن الحضاره الغربيه في احدث مكتسباتها في الوقت اللي هو فيه، وانتج مشروعه العلمي والفكري والحضاري اللي أنا أتصور أنه يعني بيقدم للثقافة المصرية والثقافة العربية ما قدمه أو أنا أدعي ده الموسوعيين في فرنسا. طبعاً زي فولتير وزي ديدرو وزي جان جاك روسو. أي. وإلى آخره. أي. يعني هو أنهى مرحلة نقدر نقول إنها فيها ذيول عديدة من القرون الوسطى، وافتتح مرحلة للبحث عن المستقبل. نعم. كان عمودها، وكان يريد أن يقفز، وعمودها وركن أركانها التعليم. بس بأي معنى؟ بأي معنى؟ التعليم بأي معنى؟ أي. التعليم يعني نقرأ ونكتب ونتعلم المناهج زي ما هو سيد دلوقتي، ولا التعليم بما هو موازي للثقافة؟ صحيح. وإنه الاثنين التعليم والثقافة وجهين لعملة واحدة بيقودوا لإنتاج الدلالة الأخيرة، المعرفة، إنتاج المعرفة. بس خلينا نطلع فاصل، وما زلنا بنتحدث عن طه حسين ومعاركه اللي الحقيقة كان وكأنه كان دايما بنقول على الشخص الفلاني في زمن فلاني ابن زمنه، لا هو كان سابق زمنه، وكان ده اللي يتقال عليه انه قد التحدي. نطلع فاصل. طيب استاذ ايهاب، لو بنقول في ما بعد الايام، ايه اهم نقدر نقول ايه ملمح انساني شخصي لطه حسين احنا ما نعرفوش؟ الحقيقه هو دي قيمه، بالظبط دي قيمه كتاب ما بعد الايام، لاعتبار المؤلف اللي هنقول لازم نذكر هو ايه صلته بطه حسين، ولاعتبار الموضوعات والفصول اللي هو اكملها ومرتبطه بدلاله ما بعد الايام. ايوه. وهذا الكتاب تحديدا عند اختياره لإعادة إصداره ضمن يعني هذه الأيام، احنا في أكتوبر الماضي كنا بنحتفل بذكرى 50 سنة على رحيل طه حسين. خلينا نقول بس انه الدكتور محمد حسن الزيات مؤلف الكتاب. مؤلف. ما هو ده جوز بنت طه حسين. بالظبط. وهو كان وزير خارجية مصر، وهو عشان كده عرف بقدر كبير، يعرف تفاصيل كان صعب أي حد تاني يعرفها. ما هي دي الشهادة اللي سجلها، وعلى فكرة ده كتابه الوحيد. هي دي الشهادة اللي قدمها لينا وللتاريخ عن طه حسين الذي لا نعرفه في دوائره الخاصة جدا. قال إيه بقى؟ هو بدأت صلته بيه سنة 39، يعني كان لسه متخرج من كلية الأداب، بالمناسبة خريج كلية الأداب قسم اللغة العربية، وهو اللي أشرف عليه في الماجستير ثم الدكتوراه، ثم أصبح صهره بعد أن تزوج من ابنته أمينة، ثم صار أحد المقربين والخلصاء لطه حسين، فأصبح شاهد عيان على كل تفاصيل طه حسين الدقيقة في بيته وبيئته اللي هي الصغيرة الأسرية، زوجته سوزان، ابنه مؤنس، بنته أمينة، ثم تتبعه في مراحل حياته منذ زي ما قلت لحضرتك 39 أولى 40 إلى وفاته في 73. نعم. ويبتدي يدينا إضاءات الحقيقة في منتهى أهمها الأهمية، علاقته بأبنائه، علاقته بزوجته،
طريقة تعاملاته مع الضيوف وكبار الشخصيات. لا، عايزة موقف نحكيه. يعني ما هو أصل المواقف هي هتبقى كتيرة، وممكن الذاكرة ما تسعفش، لكن ممكن نقول، يعني ممكن نقول إنه على سبيل المثال إن طه حسيني كان شخص شديد النظام وشديد الدقة في رسم مسارات حياته، في إدارة حياته الشخصية كما يدير شؤون الكبرى أو كبريات المؤسسات، الجامعة المصرية أو الجامعات. والحقيقة مش مستبعد إنه يبقى شخص منظم جدا، يعني متوقع جدا، بالإضافة بالإضافة إلى حرصه الشديد على إنه يعني يلبي لهذه الأسرة حاجتها من وجوده وسطيها. يعني شخص زي طه حسين، من يتخيل إنه هيكون عنده وقت يعني إنه يرعى شؤون ابنته ويبقى متابعها في كل مراحل حياتها، وابنه كذلك إلى آخره. لأنه اللي يقرأ سيرة طه حسين، يعني طب هو كان ينساش إنه هو تربى في وسط أسرة فطبيعي مش مفككة. يعني فكرة التفكك، فكرة المهام الجسام اللي ترتبت على ظهوره وعلى يعني المراحل اللي حققها والخطوات. أنا يعني من ضمن الحاجات يعني افتكرت من ضمن الحاجات اللي كان بيذكرها الدكتور محمد حسن الزيات، إنه في السنوات الأخيرة وطه حسين كان بعيد عن أي منصب رسمي، لكنه كما لو كان هو وزير الثقافة غير الرسمي لكل مسؤولي الثقافة المصرية في ذلك، لأنهم كانوا تلامذته وتلامذة تلامذته، فكانوا بيبعتوا له طول الوقت الرسائل اللي يسألوه فيها أو يستشيروه فيها، يعني سهير القلمات كبيرهم يعني بالضبط. هذا هو كبيرهم فعلا، الذي يعني يوجه ويرشد ويستأنس برأيه. سهير القلمات في ذلك الوقت كانت في قمة يعني كانت أول مسؤولة عن معرض الكتاب 69، يعني قبل وفاة طه حسين بحوالي 4 سنوات. فهنلاقي الحقيقة تفاصيل كثيرة جدا. الشيخ حسن العطار يعني ده تتلمز على إيده طه حسين، يعني هو طه حسين تتلمز على تلاميذ الشيخ العطار، على تلاميذ الشيخ العطار. يعني ما احنا ما هو نقدر نقول أهم موقف بالنسبة لحسن العطار إيه؟ الشيخ حسن العطار هو كان مواليد 1866 وتوفي 1766 وتوفي 1835. نقدر نقول إنه المرحلة الأهم في حياته كانت في الفترة اللي تولى فيها محمد علي حكم مصر، لأنه هو أصبح بمثابة المستشار الثقافي وواضع السياسات لمحمد علي الثقافية. محمد علي طبعا وهو اللي بدأ يرسم هذه السياسة من خلال تحديد مسارين. المسار الأول إنه الأزهر هياخد وقت في إصلاحه وفي يعني فك القيود والأغلال اللي ممكن تكبله، ما تخلوهوش يفي بالمهام اللي مطلوبة، ويبدأ البحث عن مسار آخر اللي هو التعليم المدني. التعليم المدني وهو الذي أشار على محمد علي بفكرة البعثات، إنه إذا كنا في حاجة إلى التخصصات اللي تفيد في بناء الدولة وفي خدمة صحة فكرة البعثات طبعا بشكل أساسي. وهو اللي أوحى أو أشار على محمد علي أو وجهه بشكل أو بآخر إنه يوفد رفاعة الطهطاوي مع بعثة واحدة من هذه البعثات عام 1826. على فكرة هو رفاعة الطهطاوي ما كانش رايح يدرس، ده هو كان طالع بصفته إمام للبعثة، واعظ يعني ويصلي بيهم إمام. لكن هو بينه وبينه اتفق معاه، أنت لما تروح هناك لازم تتعلم فرنساوي، وعينيك وودنك تستفيد كل حاجة، وتسجل كل صغيرة وكبيرة في هذا المجتمع. وهو اللي تمخض عنه في النهاية الكتاب العظيم اللي هو اللي احنا بنسميه رحلة التطاول، اللي هو تقليص الإبريس في تلخيص باريس. ده أول كتاب بنحط إيدنا فيه على الأفكار الحديثة المدنية، الدستور، المسرح، الأفكار اللي لها علاقة بحكم الشعب للشعب، الثورة، الحرية، الإخاء، المساواة. هذا الكلام اللي كانوا بسببه يعني كان التيارات اللي هي يعني المنغلقة تقول إنه دي بداية التغريب. عمر ما كان ده بداية التغريب، ده بداية الاتصال بما يدور حولنا من أمور في العالم. ومن هنا بتأتي أهمية حسن العطار. ده دي الأهمية المباشرة، لكن في أهمية غير مباشرة لها علاقة بما قبل الحملة الفرنسية. زي ما قلت لك إنه هو كان ضمن فريق نقدر نعتبره نواة لحركة إحياء مصري وعربي، هي دي الرينيسانس اللي احنا كنا نتمنى أن تكتمل. يعني هو واضح أن احنا يعني
كل ما هننكش في التاريخ كل ما هنطلع هي دي قيمة التاريخ وقيمة البحث عنه، هنطلع ثروات من بس المهم تربط شخصيات مصرية بالظبط، نربط ده بقى بحاجاتنا المعاصرة طبعا، يعني مش فكرة البحث للبحث، فكرة لا ما هي فكرة ان احنا نعيش في الماضي ونغرس دي مش لا يعني تبتدي تلتقط الأفكار الحيوية عشان تكمل عليه اللي ممكن نبص لها نظرة معاصرة تلبي احتياجاتنا ونكمل عليها يعني إن شاء الله. بشكرك ومبروك الإصدار، بتمنى كل التوفيق لمعرض كتاب كل الإصدارات السنة دي. الكاتب الأستاذ إيهاب الملاح، تشرفت بوجود حضرتك معي. شكرا يا فندم. بشكر حضراتكم، أشوفكم بكرة على خير، مع تحياتي عزة مصطفى وإلى اللقاء.